نحب نقف عند هذا لحظات. تفضل. ايه علامة الكبيرة؟ يعني ايه تقسيم الذنوب والآثام الى كبائر وصغائر؟ ما المقياس؟ ما هي المصدرة اللي هتحس بيها فتقول دي كبيرة ودي صغيرة؟ يقول ابن فورك رحمه الله تعالى وهو إمام أهل السنة، يقول قياس ذلك أو يعني المقياس بتاع ده هو أن يرد هذا الذنب في الشريعة مقترنا بأحد ثلاثة، أحد ثلاثة علامات أول ما أشوفها في الشريعة أي أقول على طول دي كبيرة. تمام. نمرة واحد اللعن، أن الله لعنها، لعن الله كذا المنافقين، لعن الله كذا خلاص تمام يبقى كبير. تمام. فإن الله لا يلعن إلا الكبائر. طيب نمرة اتنين دخول النار، أنها قد نص عليها بأنها ستكون سببا في دخول النار، لما يقول لك ويل لكل همزة لمزة. ويل ده إيه؟ وادي في جهنم. جهنم لكل همزة لمزة، أول ما اسمع كده على طول الهمزة اللمزة من الكبائر. نعم. هو الغمز واللمز والمشي في سيرة الناس والخوض في أعراض الناس، الهمزة واللمزة. لما يجي في القتل ويقول لي خالدا فيها أبدا، يبقى القتل من الكبائر. لم وهكذا.